مرحبا بكم إلى جولة جديدة من المواضيع التي تسطرت منصات التواصل الاجتماعي، والبداية مع فقرة واي تويت. ننطلق بأول تغريدة لمعاذ راجح الذي غرد عن الجمعيات الحوثية التي تعمل الجماعة من خلالها للاستيلاء على مدخرات اليمنيين وممتلكاتهم. يقول معاذ راجح: جمعيات حوثية تتناسل باسم الاستثمار التعاوني، وهي محاولة جديدة من الجماعة للاستيلاء على مدخرات اليمنيين البسطاء. تحقيق المصدر أونلاين تتبع سلسلة جمعيات المساهمة التي تتكاثر وتختفي بعد جمع المليارات. وغرد صالح حبرة عن الحرب وما يحصل من مفاوضات يتسبب في عرقلتها أطراف الصراع في اليمن التي تريد إضالة أمد الحرب والمتاجرة بمعاناة اليمنيين. يقول صالح حبرة: الحرب انتهت، فلا تصدقوا من يقول إن الحرب لا تزال مستمرة. الحرب الخارجية فعلا انتهت، لكن أطراف الصراع يصرون على إبقاء حالة لا حرب ولا سلم حتى يتنصلوا من أي استحقاقات شعبية كانوا يجعلون من شماعة الحرب وسيلة للتنصل منها. وعندما يفهم الشعب أن الحرب انتهت، سيطالبهم بكامل حقوقه. وهذه تغريدة لنجيب غلاب يتحدث فيها عن خطر جماعة الحوثي على اليمن واليمنيين وما تسببت فيه خلال سنوات الحرب. يقول في تغريدته: الحوثية جائحة ضد اليمن، من معها ومن ضدها، وأي يمني يسوقها وكمن يذبح نفسه، مواجهتها بكل ممكن متاح. خلاصة الوطنية اليمنية: ما الذي قدمت لليمن غير الصدو وتخريب بلادنا والمقابر وفساد مركب وقنبلة متفجرة ضد أهل اليمن من صعدة إلى المهرة وذروة سنام الوطنية اليمنية مواجهة الحوثي الإيراني. أما منير العامري فغرد عن الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي بعد أن فشلت عسكريا في جبهات القتال. لم يشعل الحوثي الحرب بعد الهدنة، وإنما قصف الموانئ ومراقب عن كثب انهيار الاقتصاد. فانهيار الاقتصاد يعني انهيار خصومه، لكن الوديعة والدعم العربي سيسهم بشكل كبير في تحسين الاقتصاد. الحوثي يشن حربا اقتصادية ضد خصومه بعد أن فشل عسكريا في جبهات القتال. وعن الحصار الداخلي الذي تمارسه الجماعة بحق اليمنيين، وكيف تفتعل الأزمات خلال كل قرب مناسبة دينية وخصوصا شهر رمضان الكريم، من خلال رفع الأسعار وانعدام الغاز المنزلي والمشتقات النفطية. غرد البرلماني عبدو بشر يقول في هذا السياق: الفاشلون يتعمدون إذلال المواطن وتجويعه وفرض حصار داخلي واختلاق أزمات وغلاء لم يأتي بها الله من سلطان، مع قدوم كل مناسبة وخصوصا قدوم شهر رمضان. الطبع غلب التطبع، وهؤلاء لا يبهون لما وصل إليه حال المواطن بسبب استهتارهم وتلذذهم بمعاناة الناس والكسب الغير مشروع. نعم السلب أخوة، كفى ويكفي وكافي. الكاتب محمد جميح كانت له تغريدة حول القطع الأثرية المنهوبة التي تم العثور عليها مؤخرا. يقول محمد جميح: 77 قطعة أثرية يمنية منهوبة قررت السلطات الأمريكية إعادتها لليمن، ولكنها ستحتفظ بها مؤقتا في متحف لسميثسونيان الوطني للفن الأسيوي في واشنطن بموجب اتفاق مع الحكومة اليمنية. مفرح خبر استرداد القطع الأثرية، ومحزن أن الظروف الحالية جعلت الاحتفاظ بها في واشنطن قرارا صائبا. وهذه التغريدة لأصيل السقلدي يتحدث فيها عن التسوية السياسية وعدم نجاح الوساطات الدولية في حل الأزمة اليمنية. لن تنجح الوساطة الدولية في حل الأزمة اليمنية بالتسوية السياسية، فليس من المعقول، ولن تستطيع أن تساوينا بالحوثيين، لأننا عرب أحرار نذود على أرضنا، بينما الحوثيين عبيد إيران ينفذون مشاريع إيران الإرهابية في المنطقة.
لهذا مستحيل مساواة حر يذود عن وطنه بعبد يدمر وطنه وما جاوره إرضاء للفرس. في ذات السياق غرد عبد العزيز العقاب عن الوساطات الدولية التي تسعى إلى إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، وإنما من أجل الأطراف المتصارعة. يقول عبد العزيز العقاب: في الحقيقة أصبحنا نتعجب من بعض الوساطات الدبلوماسية، هل هي من أجل الشعب أم أنها من أجل الأطراف المتصارعة؟ ولذلك فإن أي تسوية بدون التنفيذ العاجل للحقوق الواجبة والمستحقة كالرواتب والطرقات والموانئ والمدارات والموقوفين فهي تسوية لصالح الأطراف المتصارعة وليس لأجل الشعب ورفع المعاناة. إلى فقرة واي ترند وأهم المواضيع العربية والعالمية التي تداولها الرواد على منصات التواصل الاجتماعي. هل سمعتم أن أبا يجد صعوبة في تذكر أسماء أبنائه؟ إنه موسى كسيرا من أوغندا، يبلغ من العمر 62 عاما، متزوج من 12 امرأة وله 100 طفلان وأكثر من 500 حفيد. إنه يتحمل أعباء هؤلاء الناس. يشكو موسى من حجم الأعباء والتحديات، ولكن كيف يشعر أهل الزوجات والأبناء والأحفاد بهذه الأسرة الكبيرة؟ nzaliddemu abaana abo kale kinzibuwalidde ennyo ebizibu nsaze bingi okusomesa endiisa y'abantu awo enyambala esente ezandiyambye mu bizibu by'okulwala yaleeta nimbeera bubi newulira bubi esawa netuuka ngamba kambeeremu awo. As you know, is my dad here failed to educate all of us. So when I get that, I also come to tension that no, I should not have a family like this one. بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ووصول المساعدات للمنكوبين في المناطق المتضررة، لكن الخيام باتت الآن الحاجة الأكثر إلحاحاً لسكان شمالي غربي سوريا لتجنيبهم النوم في العراء، حيث باتت الخيمة بالنسبة للسوريين حلماً صعب المنال في ظل ظروف قاسية يمرون بها في العراء بين البرد والعواصف الثلجية. يعني قفينا ولا عيالنا ولا هذا، يعني ما عاد نعرف وين بدنا نروح ولا لمين بدنا نلتجئ غير لرب العالمين. والله العظيم بصراحة يعني ما في كلام عبر لهذا الشعور يلي امبارح حسينا فيه. صارت الهزة كنا نايمين، فقالوا لا صار يبكوا، قلت له طلع اولادك اطلع لبرا، قال تعي، قلت له لا انا بدي مشان ما اشوف اولادي تعذبوا. ليش الميت مرتاح؟ الميت وهو عايش ما بيحسن يقدم شيء لاولاده. شعور مخيف جدا للاسف، يعني مخيف جدا جدا. يعني الاطفال هلا هي الناس في عندها صار في حساسيه من هالموضوع، يعني في شعور بالخوف ارتبط بالبني ادم، يعني صار وقت اللي بتحس باي هزه بدها تطلع. ومباري كانت قويه تقريبا نفس الزلزال اللي حصل اول مره، اقل بشوي، بالاضافه لكان وقته قصير، يعني الناس كلها طلعت بالشوارع، حتى هون الايواء كله صار برا، أطفال ونساء وزلم وكبيرين كله صار برا بالشارع.
خيمة نبرق تحتها ما في، بالشمس عم ندبر حالنا، بس بالليل نحن ما في عنا شيء ندفع عليه، ما عنا شيء نبرق تحته، ما عم نسجر مفوت على بيوتنا لأنها مشققة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب صور منازل ومسالك قرى في جنوب وشمال البلاد وقد غمرتها العاصفة الثلجية. هذه الثلوج التي قطعت الطرق والشوارع والممرات تسببت في واقعتين حبست الأنفاس، فهذه الأولى يظهر في الفيديو مشهد مروع لسيدة تحمل على الأكتاف بعد أن جاءها المخاض أي حالة ولادة في تلك الأجواء ووسط الثلوج التي عزلت منطقتها بسبب إغلاق الطرق مما استدعى تدخل السلطات لإنقاذها. نحن وانا قوتين نبيلة هاتي انتو قرنت وظلم انتو وحقار تمغات مسكينة هاتي ارتمتتها سبعة كولوميت والله خمسة كولوميت مش كايد غير في دبين بدغير غير دارغت أربعة السوايع عيات تنغت خمسة السوايع نوتفل لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مقطع فيديو لسيدة أخرى حظها أفضل من الأولى، حيث جاءها المخاض وسط الثلوج التي عزلت منطقتها مما استدعى تدخل السلطات لإنقاذها بواسطة مروحية من المنطقة المحاصرة بالثلوج. وهذه مجموعة من الصور للعاصفة الثلجية التي غطت صحراء المغرب. إلى فقرة يوتيوب.
من يوتيوب نشاهد هذا الفيديو لعمال التقطتهم كاميرات الهواه أثناء أعمالهم وهم يمارسونها بشكل احترافي ملفت. كانت هذه جولتنا في أهم المواضيع التي تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ألقاكم في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين، في أمان الله.